أهلا بكم. أكد النجم المغربي والعربي سعد المجرد أنه بصدد إعداد ألبوم جديد سيضم حوالي 15 أغنية بطلب من شركة إنتاج ضخمة، علما أن آخر ألبوم لسعد المجرد يعود لسنة 2012. الألبوم سيضم أغاني متنوعة من بينها أغاني باللغة الإسبانية. وكشف المعلم أن حلمه هو الوصول بالأغنية العربية للعالمية، ولهذا لم يستبعد أن يعمل على إنتاج أغاني بلغات أخرى غير العربية. الفنان المغربي المثير للجدل والذي كان يتحدث في برنامج التاسعة والذي يقدمه يوسف الحسيني على القناة الأولى المصرية دعا جمهوره للفصل بين حياته الفنية أو فنه وحياته الشخصية، نافيا كثيرا مما تم ترويجه وأساء إليه بشكل كبير، مؤكدا أنه تجاوز تلك المرحلة وقلب الصفحة على حد تعبيره. المشاهد قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.